الرسم اللي موجود قدامنا دلوقتي بيكلمنا عن عمر الأرض من 4600 ألف، يعني 4 مليار و600 ألف سنة ظهرت الأرض بتاعتنا، يعني تقريبا تلت عمر الكون اللي هو 15 مليار سنة حسب التقدير من تمدد المجرات والكواكب. قالوا انه كان البوينت اوف سنجولاريتي اللي هو البدايه بالانفجار العظيم البيج بانج من 15 مليار، ويبقى من 4.6 مليار الارض بتاعتنا اتكونت زي ما احنا كلنا عارفين وخدنا في المدارس ان هي كتل بتتقسم الى كتل وبتلف حوالين بعض، ففي بينها الجاذبيه، ده اللي بيخليها تبتدي تتدور زي ما بتلف، زي الزلطه اللي بتتدحرج على شاطئ البحر فتتحول الى زلطه بيضاويه او زلطه مدوره. فده كان حال أرضنا، وكانت سخنة جدا، والأتموسفير اللي عليها كان موجود فيه ميثان، وما كانش فيه أكسجين حتى في البداية في الهواء، فكان من الصعب ظهور الحياة. لكن يقال إن الانفايرمنت اللي كان موجود، الوسط من جهة الغازات ودرجة الحرارة وعدم الاتزان، الانستابيليتي اللي موجودة في العناصر دي مع بعض في الوسط اللي حواليها، هو ده اللي كان ممكن يشجع فعلا على ظهور او تحول المادة الغير عضوية انورجانيك الى العضوية اورجانيك. وده شيء ما نقدرش نلاقيه النهاردة دلوقتي الا لو عملنا الانفايرومنت ده او حاولنا نعمله في المعمل، ونحاول نخلق بروتينز او الاجزاء الصغيرة قوي من الامينو اسيدز اللي هي البيلدينج بلوكس بتاعت البروتينز. حصل ايه بقى؟ قال لك بداية ظهور الاورجانيزمز والبكتيريا كلها كان من حوالي 3 مليار سنه، الاكسجين ابتدى يتوجد ونشوفه عندنا من حوالي 2 مليار سنه في الاتموسفير في الجو في الغلاف الجوي بتاع الارض. اوائل الحيوانات وحيده الخليه سنجل سيل اورجانيزمز ابتدت من حوالي 1.4 مليار سنه، من حوالي مليار سنه ابتدى يبقى فيه فعلا الكائنات الحيه ذاتية أو أحادية الخلية، سواء اللي هتبقى نباتات أو هتبقى حيوانات. وبعدين زي ما احنا شايفين هنا ابتدى كل حاجة تتحرك بسرعة بقى في النص الثاني من المليار الأخير. في الأول عند 570 مليون سنة الحيوانات اللي ملهاش عمود فقري، وبعدين أوائل الحيوانات الفقاريات اللي ليها عمود فقري ابتدى من 500 مليون سنة، وابتدى يظهر الاسماك فيش، وبعدين الامفيبيانز اللي هي البرمائيات، الريبتيليا او الريبتايلز اللي هي الزواحف، الماميليا او الماملز اللي هي الثدييات. وزادت الثدييات في الستين مليون سنة الأخيرة، والإنسان ابتدى ظهوره في الأربعة مليون سنة الأخيرة بس. أو يعني زي ما قلنا، إذا كان الطريق ده عبارة عن 4600 كيلو متر، فيبقى الإنسان يدوبك وجد على الأرض ومشي آخر 4 كيلو متر بس من 4600 ألف كيلو متر دول. اللي إحنا نعرفه لو خدنا الكلام اللي موجود في الكتاب المقدس بصورة حرفية، إن الإنسان عمره على الأرض 5000 سنة أو 5500 سنة قبل الميلاد بتاع المسيح، يعني عمرنا كله ما يكملش 7-8 آلاف على الأرض لو اعتبرنا أن آدم كان شخص حقيقي حرفي وجد فعلا على الأرض من 7000 إلى 8000 سنة sometime. لما العلم بيقول لنا أن احنا اكتشفنا حفريات، والحفريات دي فيها جماجم، والجماجم تشبه الجماجم اللي احنا بنتفرج عليها دي كده، صحيح دي جماجم قرود وجمجمة الإنسان هي اللي هنا دي، الكلام ده لابد ان احنا نقراه ونحاول نتفهمه. ما احنا مش هنلاقي واحد وابنه وابنه وحفيده 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 ونقدر نتابعهم في مدى 2-3 مليون سنة ونشوف اتغير ازاي العيلة دي بالذات، ده يستحيل هيتوجد على الارض. لكن لما بنلاقي ان في تشابه بين حفريات ونيجي نقدر عمرها بالكربون 14 المشع او انواع اخرى من طرق تقدير حياة المادة العضوية،
ونشوف ده كان قبل ده وده كان قبل ده وده كان قبل ده، ونحطهم جنب بعض ونلاقي ان في تغير في الشكل بصورة شكلها في نوع من السيكونس المنطقي، يعني التحريك المنطقي من منظر لمنظر تاني مختلف عنه للتالت مختلف، لكن في خط بياني بيلمهم مع بعض. يبقى لازم افكر ان في بينهم وبين بعض علاقة ما اقدرش ان انا استغنى عنها بالكلية يعني. فمهم ان احنا نحاول نتفهم العلم بيقول لنا ايه وندركه في الاول، وبعدين احنا في العلم بندرس الايه هاو، ابتدي بقى اتفهم الكتاب المقدس بيقول لي ايه عن الواي. لغاية النهاردة العلم ما قالناش اي حاجة حتى تختلف مع فكرة ان الله اللي خلق كل شيء وخلق كل شيء بنظام وخلق كل شيء من العدم. المبادئ الاساسية جدا دي اللي في قصة الخلق موجودة، العلم ما منعهاش، ما اتخانقش معاها، ما كسرهاش. لكن زي ما بيقول مثلا ايه في الكتاب، وقال الله لتفض المياه زحفات ذوات نفس اي نفس حية. على فكرة ما جابش سيرة خلقة الأسماك، وإن كان في البعض بيقول إن عند اليهود الأسماك نوع من الزحافات يعني، فإحنا بالنسبة لنا ممكن تتقري على إنه قال لتفض المياه زحافات ذوات أنفس حية، يعني في حياة في المية وطلع منها زحافات على الأرض. وليطير طير فوق الأرض ولتدب دبات على الأرض، فخلق الله كذا وكذا وكذا. السيكونس ده في الحقيقة للغريب منه، وإن كان أنا ما بحبش أبدا فكرة الإعجاز، السيكونس ده متفق مع اللي إحنا بنتكلم عليه، إن بنقول الأسماك ظهرت في الأول في التاريخ بتاع الحفريات، وبعدها البرمائيات والزواحف، وبعدها الطيور، وبعدها الثدييات، ومنها إحنا. ده مش معناه إن الكتاب المقدس بيتكلم علم، أو يا سلام شفت موسى يا أخي كان فاهم وشاف رؤية ربنا خلق ازاي. لا، محدش قال لنا ان موسى شاف رؤية بالمنظر، انه شاف رؤية. هنفهم من كتاب كيف نفهم قصة ادم وحواء ان مفردات قصة ادم وحواء والخلق دي كلها موجودة بصورة مفردات زي قوالب طوب جمعها موسى عشان خاطر يجمع الاجزاء بتاعة الافكار دي من الحضارات ومن القصص ومن الاساطير اللي حواليه، لكن دي مجرد البيلدينج بلوكس، زي ما اجيب الف الحرف والف وحرف الجيم وحرف الدال وحرف الزال من اللغه العربي واكتب منهم كلام روحي مهم. مش معنى كده لما اقول جبت الحروف من اللغه العربيه يبقى انا اللي صنعت الله، لا، لكن خدت اللغه علشان احط فيها فهمي عن ان الله هو الخالق، الله خلق من العدم، الله خلق كل شيء بترتيب وجاب الانسان في الاخر وعايزه يفهم انه بيحبه يتعامل معاه يبقى في بينهم عشرة دايمة، والانسان كسر الفكرة دي. ده المبادئ الأساسية في القصة، وهناخدها حتة حتة مع بعض ونشوف ماشية ازاي.